ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس الذكر. هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نسيح سياحة جميلة في حديقة حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحديقة الجميلة الوفيرة الثمار سوف نسلط قليلا من الأضواء على ثمارها تلك وعلى جمالها هذا وعلى أزهارها. فابقوا معنا مشاهدي الكرام اليوم وغدا. ما سنعتمد عليه في حلقات هذه السلسلة والتي هي تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو في الحقيقة كتاب موجود على موقعنا تحت عنوان رحمة للعالمين. يحوي هذا الكتاب ثلاثة مقالات أو ثلاثة خطب لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، الخليفة الثاني الإمام مهدي المسيح الموعود عليه السلام. هذه الخطب تركزت حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض سوانح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي من خلالها أظهر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه جمال هذا الإنسان وإحسانه على كافة المخلوقات، ليس فقط على المسلمين وليس فقط على بني جنس البشر، بل على كافة المخلوقات. وتدرج حضرته في ذلك بأسلوبه المعتاد اللطيف السلس التدريجي الرائع الذي يلامس الفطرة والقلب والعقل بشكل لطيف جدا. إذن مشاهدين الكرام، دعوني أضعكم بداية في جو تأليف هذه الخطبات أو بداية القضية. سنة 1927 عندما كان أصبح حضرته خليفة منذ عدة سنوات، أصبح هناك هجوم شرس من قبل الهندوس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجمات الشرسة توجت بكتاب شنيع بعنوان رنجيلا رسول ومجلة اسمها وارتمان، تجاوزوا الحدود، كل الحدود وكل الخطوط الحمراء في هذه المنابر للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وشتمه ووصفه بأوصاف سيئة جدا وتصويره للعالم بأنه إنسان سيء جدا. طبعا هذا النشاط من قبلهم خلق فتنة عظيمة بين المسلمين وبين الهندوس في الهند، وهذا أيضا استنطر غيرة حضرة أمير المؤمنين المصلح الموعود الخليفة الثاني رضي الله عنه، هذا المحب الصادق، ابن المحب الصادق لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر باختصار بناء على هذه الأحداث، قرر أن تعقد اجتماعات دورية حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرفه، وأن تعقد الجماعة في كل مراكزها ابتداء من مركز الخلافة وإلى أصغر مراكزها في العالم، تعقد هذه الاجتماعات وتدعو إليها ليس فقط أبناء الجماعة بل الآخرين من أبناء الديانات والطوائف المختلفة، حتى شيئا فشيئا، اجتماع بعد اجتماع وسنة بعد سنة، يتضح للعالم أجمع كمال وإحسان هذا النبي العظيم الكريم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه لولاك ما خلقت الأفلاك. هذه الجهود مستمرة. اليوم نحن في عصر الخليفة الخامس للإمام مهدي المسيح الموعود
عليه السلام، حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصر العزيز، ولا زالت الجماعة تمشي بخطى حثيثة على هذا الدرب، وعلى رأسها حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. إذا المشاهد الكرام، محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين هو عنوان سلسلتنا هذه، فابقوا معنا وكونوا معنا وشاركونا، كما نخبركم دائما بأن هذا المنبر هو منبركم وهذا البرنامج هو لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعتبر فعلا هذا البرنامج مجلس ذكر في عينه، وأن يمتد مجلس الذكر هذا ليصل إلى كل البيوت التي والأماكن التي تجلسون وتشاهدون فيها برنامجنا. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم هنا، الأستاذ فتحي عبد السلام، أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم، وأخي العزيز ربيع مفلح، أهلا وسهلا. بداية أستاذ فتحي، يعني افتتح حضرة المصلح الموعود من خلال الخطاب الأول والذي عنوانه تحت عنوان المحسن إلى العالم، وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ هذا الخطاب بذكر آيتين من القرآن الكريم. أرجوك أن تطلعنا على هاتين الآيتين وعلى عمق معانيهما، ولماذا اختارهما حضرته ليبدأ بهما هذا الخطاب العظيم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي النقي الزكي الطاهر الولي الصفي، وعلى آله. الآيتان هما قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيتين في تأملات المصحف الموعود، تأملات كاتب الكتاب، رأى فيهما خلاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى في الآيتين أولا أنه لله، أن صلاته نسكه حياته موته هو لله، أنفاسه لله، حركاته وسكناته وأفكاره لله سبحانه وتعالى، ومماته وتضحياته يعني استهلاكه لذاته، فيقول أن استهلاكه لذاته لله. هنا كلمة لله يعني أنها فيها النور الإلهي. ما هو النور الإلهي؟ هو النور المقدس، النور الصافي، النور المنزه عن أي عيب. فالنور هو جلال وجمال صافي نقي. فهو أولا بما أنه لله فلا يمكن أن يصدر عنه شيء سيء مطلقا خالي من السوء، هذا أول شيء. وبعدين وبعد ما هو خالي من السوء فإنه مليء بالخير. قل إن صلاتي، والصلاة هنا هي رحمتي بكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة هنا تعني تنزيل البركات والرحمة، حمل البركات والرحمة. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، بيعملوا إيه؟ ما الله سبحانه وتعالى ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها. فإذا هو الملائكة رسل بالإيه؟ بالرحمة. فإذا صلاتي يعني رحمتي وعطائي، يعني نوع من الصلة الرحيمة. قل إن صلاتي، فهنا يقول إنه بالإضافة إلى أنني لله من حيث المبدأ، فلا يوجد أي شائبة في، لأنني نقي ولكن مليء بالرحمة. قل إن صلاتي
وبعد أن يعني أصرف كل ما في بيتي لرحمة الناس، فإنني كمان أصرف نفسي ونسكي، والنسك معنى الذبح. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه، معناها أنه قد ذبح ابنه، يعني فعلا عبارة عن ذبح نفسه نسكا لله عندما وضع ابنه وزوجه في صحراء مكة طاعة لله. هذا نسك، يعتبر أنه وضع نفسه، ذبح نفسه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه: فديناه بذبح عظيم، أنه ذبح نفسه للناس وكان أضحية لخير البشرية. فهو بعد أن يفرغ بيته وما يملك من الرحمات من أجل الناس، فهو يضحي بنفسه من أجلهم. وبذلك تتحقق في الآيات الثلاث فضائل الإسلامية: العدل، والعدل يعني ألا نظلم. طيب إذا آذى أحدا أو غلط في أحد يبقى آذاه، أو كذب على أحد أو أكل حق أحد يبقى آذاه. فكونه خالي ولله ونقي، ونقاؤه من نقاء الله، فيبقى خالي من العيوب، هو ده هو العدل، لا يصدر منه أي ضرر ولا أي ظلم. وهو بالإضافة إلى ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كان محسنا للعالم، لم يبق في يده شيء يملكه إلا أعطاه ومنحه للعالم. ثم إنه استهلك من أجلهم عقله ونفسه ووقته، ويعني كل ما عمره كله استهلك، وضحى بنفسه من أجل راحة الناس، وهو ده إيتاء ذي القربى. ومعاملة الله للناس هي علاقة رحمانية من باب إيتاء ذي القربى، لأنه يهبهم الخير والطاقة بدون مقابل. والفرق طبعا هو أننا نعطي، البشر يعطون أنفسهم وأرواحهم ويستنفدون طاقتهم ويستنفد روحهم ويفنوا، لكن الله لا يفنى، لا الفرق. فالله عطاء مستمر، عطاء مستمر بدون مقابل كالأم، ولكن الأمة ممكن يعني ينفذ ما عندها، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فهو ذا الفرق. وهنا الآية تشمل الثلاث حاجات: نقاء النبي أو قدسياته، أو نقول عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من أي عيب، وتشمل أيضا رحمة الرسول وأياديه والخير الذي فاض منه على العالمين. وهذا طبعا بالله، يعني هو ما عملش حاجة إلا الله هو الذي أعطاه. وتضحيات الرسول واستهلاكه وجوده من أجل وجود الناس. نعم. أخي ربيع، أهلا بك. يعني هاتان الآيتان أيضا في طياتهما وبين السطور يعني يخبرنا الله تبارك وتعالى عن طريقة خاصة. عندما نريد تحليل مسيرة أي إنسان علينا أن نتبعها، فما هي هذه الطريقة الخاصة التي من دونها لن نفلح في تتبع وتحليل حياة أي إنسان؟ نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا إن أفضل الكلام هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أذكر ملاحظة جميلة يعني إلى الأسلوب الذي تنتهجه الجماعة الإسلامية الأحمدية، كيف أنه أسلوب نير وأسلوب عظيم جدا. قلت ذكرت بأن وقت الخليفة الثاني رضي الله عنه طلب من المسلمين أن يذكروا الرسول ويقوموا بأمسيات وخطابات عن الرسول كرد فعل صلى الله عليه وسلم على ما يقوم به الهندوس في تلك الفترة من إساءات ضد الرسول. وأيضا قبل سنوات قليلة رسمت رسومات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن بعض الأحمديين طلبوا من الرسول من الإمام من الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصر العزيز أن يمشوا هكذا في الشارع احتجاجا،
فيقول الخليفة لهم أيده الله: هذا الاحتجاج لا يعمل أي شيء، عليكم أن لا تحتجوا بهذه الطريقة، وأن لا تشعلوا بعض الإطارات التي تنطفئ بعد ساعات قليلة، بل يجب على هذا الحدث أن يشعل في قلوبكم نارا تشتعل، فتدخلوا إلى التلفزيون وإلى الكتاباتهم وكتبهم لتعرفوهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، نار حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالحمد لله هذه المسيرة وهذه الطرق النيرة ما زالت حتى يومنا هذا بعد 70-80 سنة نفس النهج، ما يدل على صدق الجماعة وقوة الجماعة وطريقتها العظيمة في حل هذه المشكلات وفي إظهار جمال الرسول. نعم، أذكر من مشاهد يعني تحقق أوامر حضرة أمير المؤمنين أيد الله تعالى بنصر العزيز بإشعال نار حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ونار الشوق للدفاع عنه ويعني تبيين حقيقة أخلاقه وسيرته، أن ترجم كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم لبعض اللغات التي لم يكن قد ترجم لها، ونشر فتعلم الناس الناطقين بهذه اللغة من هو حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة طبعا إلى عشرات النشاطات الأخرى. نعم، وهذه الكتب متوفرة طبعا في موقع الجماعة. الآية التي ذكرها أستاذي الفاضل أستاذ فتحي هي آية فعلا عظيمة، وطبعا الآيات القرآنية تعطيك تفسير معين، وفي طياتها هناك الكثير، يعني عدد لا نهائي من التفسيرات والتحليلات، وكلمات الله سبحانه وتعالى وتفسيراته لا تنتهي، يعني كما ذكرت الآية أن البحار هي بمثابة الحبر والأشجار بمثابة الأقلام، وطبعا لا حصر لمعانيها. في هذه الآية نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: إذا أردت أن تنظر إلى إحسان شخص أو أعماله أو علو شأنه، أو أن تنظر إلى شخص معين لتتحدث عنه، عليك أن تتخذ الشمولية في هذه النظرة. يجب أن تنظر إلى أي شخص في يعني يجب أن تأخذ الفترة كلها من حياته وتنظر إليه بشكل شمولي. لماذا قال هذا؟ ما هو السبب؟ هو يعرف أن هناك اعتراضات ضد الرسول، يعني هو بشكل أو بآخر يريد أن يرد على الاعتراضات التي فيها قالوا مثلا أن الرسول عاقب شخصا، أو أنه مثلا أن المسلمين قاموا بحرب دفاعية ضد مثلا الكفار أو غيرهم، ويركزوا في نقطة واحدة، فقال لهم: لا تركزوا في نقطة واحدة، بل ركزوا في كل الصورة، لأن التركيز في نقطة واحدة هو أسلوب سيء يؤدي إلى كوارث كثيرة سنتحدث عنها. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الرسول، فننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل إحساناته، بكل أعماله، بكل ما قام به في حياته، ولا ننظر إلى شيء واحد. وإذا كان الرسول قد عاقب شخصا، فلماذا نستغرب؟ ألا يعاقب المعلم التلميذ؟ ألا تعاقب يعني إذا عاقبت الأم ابنها، هل يوجد شخص في العالم يحب الأولاد أكثر من الأم؟ والأم تعاقب الولد لماذا؟ لأنها تحبه، ولأنها تريد أن تصلح منهجه ليتقدم ولينجح. ولهذا فالطبيب هو ظالم، والمعلم ظالم، والأم ظالمة. يعني هو يريد أن يجيب هؤلاء الذين يأخذون فقط حالة واحدة أو حدث واحد ليقدموا اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الطريقة ليست جيدة. وأيضا ماذا تؤدي هذه الطريقة؟ تؤدي أيضا إلى القول والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى هو ظالم، والعياذ بالله. إذا قلت أن الطبيب ظالم والمعلم ظالم والرسول وكل هؤلاء لا سمح الله كانوا ظالمين، فتأخذ في النهاية بسبب عدم اتخاذك الشمولية أن الله ظالم، أنت لا تنظر إلى إحسانات الله التي لا تعد ولا تحصى، فقد تقول لماذا قتل بعض الناس بسبب أوبئة معينة. ولكن إذا استطلعت الخبر وفكرت ورأيت يعني فحصت، سوف تعرف أن هناك كانت أسباب، والله سبحانه وتعالى ممكن أن يريد أن يمنعهم من أن يقوموا بشيء أسوأ من هذا، أو أنه يريد أن يعاقبهم لأعمالهم، أو يريد أن يكون يجعل هذه كفارة لذنوبهم، أو هذا يؤدي في النهاية إلى رقيهم. لا ننسى أن الإنسان يعيش هنا ويعيش في الآخرة أيضا. وكذلك الحروب، أيضا الحروب إذا كان الحرب هدفها شيء نبيل وعظيم لرضا الله سبحانه وتعالى ولرضا الناس ولمنفعة الناس بتحقيق السلام في العالم، كما كانت الحروب الدفاعية، فهي حروب جيدة. يعني القصة، أقول لك بكل صراحة، القصة أن المؤمن يمشي حسب الخطة الإلهية. هذا هو سر الأسرار. الرسول هو ومن مشى أكثر من الرسول حسب الخطة الإلهية صلى الله عليه وسلم. إذن أخي، هي الشمولية، لابد من نظر من جميع الزوايا وإشعال كل الأضواء. نعم. على القضية مدار البحث، ولا سيما إذا كانت هذه القضية محل البحث والتحليل، هي شخص عظيم اتفق
يعني الدارسون على أنه أعظم شخصية في تاريخ البشرية. لا يمكن تحليل حياته وأخلاقه من زاوية واحدة أو من موقف واحد أو من يعني حدث واحد، فلا بد من الشمولية. جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ فتحي. اسمح لي قبل أن نأخذ السؤال فقط أن نأخذ اتصال ثم نكمل إن شاء الله. معنا الأخ سليم الكردي من تركيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي أستاذ أيمن. أهلا وسهلا لك ولا أساتذتنا الكرام في الاستوديو. حياكم الله. بسم فضل. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عبده المسيح الموعود عليهم الصلاة والسلام. أرسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، كما سطر الله ذلك في القرآن المجيد: اللهم وابعث فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، مبتدئا بالأميين من قومه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم. فخرج من تحت يديه وبنفسه الطاهر وروحانيته الفائقة رجالا تخلقوا بأخلاقه، فكانوا رسل رحمة للأمم الذين ذهبوا إليهم، إلى أن فتحت لهم المشرق والمغرب بتقواهم وورعهم فنصرهم الله، إلى أن ذهبت القرون الثلاث الأوائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فبدأ المسلمين بالتراجع شيئا فشيئا عن تعليم دينهم ومنهج رسولهم صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلوا إلى مرحلة حذر رسول الله منها بقوله: لا يشكن أن تأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. وبهذه الفترة المضنية على الأمة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى بقوله: لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. فصار لزاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تداعت الأمم على أمته، أن يهيج رحمة الله لإصلاح أمته وإعادة الإيمان إليهم بحسب قول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أورده البخاري: عندما سئل الرسول عن الآخرين الذين سيبعث فيهم فوضع يده على سلمان الفارسي وقال: لا، لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجل أو رجال من قوم هذا. ولتتم رحمة الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبعث الله ذلك الفارسي مرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام خادما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد للأمة إيمانها المفقود من الثريا، وتعم رحمة سيدنا محمد على جميع البشر. جزاك الله. في إيصال دعوته إليهم على الشكل الصحيح الأكمل، فتحقق وعد الله كما أخبر به رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفع لواء الحمد والرحمة لسيد الخلق وخاتم النبيين محمد في جميع أقطار الأرض، وليس من مدح يستوفي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما مدحه به خادمه الصادق حضرت مرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام، فقال: يترنم حبا بمدحه صلى الله عليه وسلم: إن ذلك النور الأجلى الذي وهب للإنسان، يعني الإنسان الكامل، لم يكن في الملائكة ولا في النجوم ولا في القمر ولا في الشمس، ولم يكن في بحار الأرض ولا أنهارها، ولا في الدهر ولا في الياقوت ولا في الزمرد ولا في الماس ولا في اللؤلؤ. باختصار، لم يكن ذلك النور في أي شيء من الأرض أو السماء، إنما كان في إنسان، أي ذلك الإنسان الكامل الذي هو سيدنا ومولانا سيد الأنبياء سيد الأحياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكمل وأعلى وأرفع
فرد أرفع فردي من البشر. بارك الله فيكم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله أحسن الجزاء على هذه المشاركة الطيبة. يعني أستاذنا العزيز أستاذ فتحي، أيضا حضرة المصلح الموعود تحدث عن الرحمة، وأن المبدأ الذي ذكره الأخ ربيع لابد أيضا أن ينطبق على الرحمة، كيف ذلك من فضلك؟ الكاتب مؤلف الكتاب بهدي الله لقلبه يعرف كيف يكتب، لأنه يعرف الرسول جيدا عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يتكلم عن نقائه أو عصمته، ثم عن إحسانه وفضله على العالم كله وتضحيته بالذات وبكل القوة من أجلهم، قبل أن يتكلم في ثلاث نقاط، بدأ بأنه يخلي المكان من العقبات أو الرد على الشبهات. فرد على شبهة أساسية، وهي مشكلة إيه؟ الحرب أو وجود عقاب أو كده. فهو يقول يعني لابد أن تفكروا في السبب، لا يجوز أن تقول انظروا إن الله يعذب الناس، لابد أن تنظروا إلى السبب الذي من أجله صنع الله ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعذب الناس، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة. فعذابهم هذا هدفه تطهيرهم وتأهيلهم للحياة في جواره في الفردوس. إذن يجب أن ننظر إلى أسباب الأشياء، فإذا وجدنا أن الأصل في السبب أنه نبيل، إذا كان الهدف نبيل يبقى هذا العمل نبيل. هناك أشياء تبدو أنها رحمة أو أنها أشياء جميلة ولكنها مذمومة في الحقيقة. فإذا جاء شاعر ومن أجل المال أخذ يمدح في الملك، فإن مدحه هذا يكون يعني نوعا من النفاق غير مقبول. لماذا؟ لأن الهدف من هذه الرحمة كان أمرا خبيثا. زي ما بيقول لك إيه، اما يجوا يشنقوا واحد بيقول لك إيه، المشنقه محتاجه وزن معين عشان لما ينزل مره واحده من الحبل يقوم يقطع الايه العمود الفقري. فبيقول لك ايه، لازم ياكلوه، ياكلوه عشان يزيد وزنه. فيا عيني الراجل المحكوم عليه بالاعدام عارف ان الايه، ان الاكل ده مظهره كده رحمه، احنا بنغذيك، بس هو يعرف ان هدفه إنه لما يقع من على الكرسي ينقتم رقبته، أما لو كان خفيف مش هتتقتم إيه؟ رقبته. فياخد براءة فورا، بدل ما ماتش في الحبل ياخد براءة. فهو شايف إن هذا الغذاء عبارة عن سموم. فمش كل التصرفات في ظاهرها، لا، ناخد بحقيقة الهدف. فالله خلق الناس لماذا؟ خلقهم ليرحمهم، وخلق كل شيء من أجل رحمته. في الدنيا وفي الآلام وفي الابتلاءات وفي البرزخ وفي الآخرة وفي حتى في النار في العذاب، وفي الآخر تغلق النار ويذهب الناس إلى الجنة. فكذلك أيضا حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي حرب كان هدفها الدفاع عن النفس، حماية أعراض هؤلاء الناس، وهي إنه يبحث عن حقه في الحياة، حقه في العقيدة. فإذا يجب ألا ننظر إلى ظاهر الأمر إنه حارب، لا، إنه حارب من أجل هدف النبيل. نعم. يعني تخيل أن اثنان يختصمان عند قاضي، فقال أحدهما يعني يشتكي الآخر، فيقول لقد أخذني ثم بأداة حادة شق بطني ثم قطع أمعائي ثم وصلها وخيطها ثم بالإبرة خيط جلدي وآلمني ثم وضع لي موادا حارقة أيضا يعني تشعرني بألم، ثم أتى بالمعلومة حتى هنا هذا مجرم، الذي يتحدث عنه هو مجرم، مجرم مجرم خطير، وقد أفعل جرما عظيما يعني وآلم. ولكن إذا قال، إذا أضاف آخر معلومة أن هذا كان طبيب يجري لي عملية، فتنقلب كل الحقيقة وتنقلب كل الصورة، ويصبح ملاك رحمة أنقذ حياته من
النهاية. إذا الأمور لابد أن تأخذ بشمولية وبفهم عميق وتدرك حقائق الأمور. أخي ربيع، يعني لقد ألقينا نظرة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنظار، فهل كانت حياته إذا ما يعني المتتبع والمحلل والناظر إذا نظر وتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي شاكلة كانت؟ هل كانت حياته في لنفسه أم للآخرين وبأي مقدار؟ طبعا يعني إذا نظرنا إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يذكر المصلح الموعود ويقول إلى إذا نظرنا إلى أي عمل قام به أي إنسان، هنا نتحدث عن الرسول، مثلا العقاب، إذا عقبت شخصا فهل هذا العقاب يكون لي لأنتقم من هذا الشخص لأتلذذ في 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 الانتقام منه، أم لأصلح مسيرته ولأصححه ولأفيده؟ وإن قضيت حياتي فهل قضيت حياتي كلها لأتمتع وأترفه وأكل وأشرب، أما من أنني قضيت هذه الحياة لرضا الله سبحانه وتعالى ولأساعد الناس؟ كذلك إذا مات هذا الإنسان، هل مات بسبب الغم والهم لنفسه ولأموره الشخصية، أم أنه مات هما بسبب مشاكل الناس ولمساعدة الناس؟ يعني بالله عليك، إذا نظرنا إلى حياة الرسول منذ اليوم الأول الذي منذ أن خلق الرسول حتى قبل النبوة، لو نظرنا إلى حياة الرسول وخاصة في فترة النبوة، نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حياته ومماته وعقابه للناس وكل حركاته وسكناته كانت لفائدة الناس ولإرضاء الله سبحانه وتعالى. يعني هو الشخص الوحيد يعني فعلا الخاتم بكل ما تعنيه من الكمالات، الذي استطاع أن يجعل كل حياته لله وللناس. يعني هو كان يعني صلى الله عليه وسلم مثل الشمس التي تحترق فتعطي كل الكواكب الأخرى الضوء وتجعلها تنجذب إليه، فهو أعطى كل الإنسانية هذا الدفء بسبب إحساناته وجعلهم يحبونه وجعلهم قريبين منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل حياته وكل ما قام به كان لمصلحة الناس ولله سبحانه وتعالى، ولهذا حياته كله كانت للناس، وكان كل عمل قام به ممدوحا وليس سيئا. يعني هنا أيضا انظر، المصلح الموعود دائما يعني يفصل الأمور إلى عواملها الأولية كما يقال. فهنا أيضا يذكر أن حضرته بأنه أنتم ما تفتكروش كل تضحية هي تضحية جيدة، هناك تضحيات سيئة، فمتى تكون التضحية سيئة والتي خلت منها حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كل تضحياته هي تضحيات جيدة لمواساة بني البشر ولخيرهم. لو نظرنا إلى داعش نجد أنهم يذهبون ويقتلون ويفعلون المصائب والفواحش، وهؤلاء الدواعش أهل الفواحش تجدوهم في الآخر مصيدة يصطادهم الحج الشعبي وأمريكا، ويصطادهم النظام السوري، وكل خلق الله يريدون أن يصطادوهم. فطبعا يعتبروا تضحية، بس تضحية إيه؟ تضحية لعينة، تضحية ملعونة. وهناك كثير من الناس في العصابات، يعني أعضاء المشتركين في العصابات المجرمة أحيانا يضحون بحياتهم من أجل رئيسهم ومن أجل إجرامهم، فهي تضحية ملعونة. يعني على المستوى بقى في الكتاب يضرب مثل رائع، إن لو أن إنسان كان مظهره النبيل ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يحارب، طبعا هو إنسان مضحي، ولكن تبين أنه لم يكن لله، إنما كان فيه شيء من أعمال النفس. فلما اشتد عليه الألم في الجروح، طعن وتلقى جروح فانتحر قبل بداية المعركة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ أن هذا الإنسان في النار، وبعد ذلك تبين أنه منتحر، ولذلك استحق يعني كلمة سيدنا محمد أنه في النار. طبعا لو أن إنسان في ظروفه
ولجأ إلى الله وأحسن الظن بالله وقال يا رب ألمي وأوجاعي، وعلم أن هناك إلها من أجله دخل المعركة ودخل الإسلام ومن أجله جرح وهو ربه، لكان دعاه فما كانش انتحر. فطبعا هذه في المنظر كأنه المضحي ولكن تضحية سيئة. إذن يجب ألا ننظر ونقول إن هذا الشخص حارب وهذا الشخص يعني يعني رحمة. ساعات بيكون في أنواع من الرحمة سيئة وأنواع في غير محلها وأنواع من التضحية سيئة. فإذا يجب علينا أن ننظر إلى الهدف. فأعمال الله سبحانه وتعالى كلها هدف نبيل، ليس هناك شيء صنعه الله إلا بهدف نبيل، وليس هناك شيء في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو بهدف نبيل، لأنه من الله، لأنه لله. نعم. يعني هنا ينتقل أخي ربيع حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ليستعرض المشاهد والشواهد على أن يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة إنسان معصوم وحياة منزهة من العيوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منزها من العيوب ومعصوم. أول هذه الشواهد ادعاء التقدس، أو دعنا نقول ادعاء التنزه والعصمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته ضمنا أو صراحة يدعي ذلك، وحتى ألد الأعداء لم يخالفوه. أعطينا التفصيل وكيف كان لهذا شاهد فعلا على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزهه من العيوب. أردت أن أذكر هو أعلن أنه نقي، مش يعني كلمة ادعى في الوسط العام العربي معناها أنه واحد يعني بيدعي بيزعم، فإحنا عاوزين نكثر من لفظ أعلن. حاضر. أردت أن أذكر فقط مثال يعني للثمار التي أنتجها الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يضحد ما ذكرناه سابقا، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حرب وأراد أن يطعن شخصا، يعني تمكن منه، وإذ بالشخص يبصق في وجهه فتركه وذهب، فقالوا له لماذا تركته بهذه الطريقة، يعني كنت أن تتنال منه، فقال كنت أحارب لله سبحانه وتعالى، يعني كانت نيتي الله سبحانه وتعالى، وكنت في حالة أحارب لله سبحانه وتعالى لأنه الذي أمرني أن أحارب، أنا في عمل من أجله فقط، يعني كما نقول 100% بيورلي، ولكن عندما بصق في وجهي لم أعد أعرف إذا قتلته سأقتله لأجل الله سبحانه وتعالى أم انتقاما لما فعله بي، ولهذا فإنني فضلت أن أتركه. يعني حسب رأيي هذه النقطة جديرة بالاهتمام، أن الإنسان إذا أراد أن يتقدم في العالم الروحاني فعليه أن يعلم، عليه أن يهتم بأن تكون أعماله لله سبحانه وتعالى فعلا لله، ولا أن يكون أي نسبة مئوية لشخص يعني لأمور نفسية أخرى. الآن نذهب يعني عندما نزهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض النقاط في بداية الكتاب، ننتقل إلى الشهادات التي من خلالها يعني نبرهن بأن هناك عصمة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن مقامه رفيع جدا. أولا في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى الشاهد الأول يشهد على عصمة الرسول وعلى علو شأنه، فيقول مثلا في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني نحن نعرف أنه يحزنك ذلك الشيء الذي يقولون، حيث يتحدثون عنك بأسلوب سيء ويقولون عنك أنك مدعي وأنك ساحر وكذا وكذا، ولكن هذا الشيء الذي يقولونه لأن عيونهم يعني فيها غشاوة ولأن قلوبهم فيها قفول وليس لأنك أنت كذلك. يعني هذه الشهادة الأولى من الله سبحانه وتعالى يقول له أنك مقامك رفيع ولكن هؤلاء الأعداء لا يرون هذا الشيء. آية ثانية وهي آية مهمة جدا في سورة يونس، يقول الله تعالى فيها فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا يستعمل كمعيار أول وهو معيار مهم جدا لصدق الأنبياء. يعني إذا أخذت أي نبي ونظرت إلى ماضي هذا النبي تجد أن صفحاته في الماضي كانت صفحات بيضاء جميلة، لا فيها لا يكون فيها أي نوع من يعني من الشوائب ومن الأمور المعينة.
والله سبحانه وتعالى يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا الأسلوب أيضا. وطبعا هو وقف في أحد الجبال ونادى بأهل قريش وقال لهم إذا قلت لكم أن جيشا وراء الجبال سوف يعني تغير بكم فهل تصدقوني؟ فقالوا نعم، لأننا ما شهدنا عليك إلا صدقا. أيضا هي ميزة جيدة كانت عند العرب أنهم يصدقون الحديث، يعني إذا كان الإنسان صفاته جيدة وهم لا يحبونه فيقولون لا، ولكن صفاته جيدة لأنهم يعرفون أن صفاته كان جيدة. الآن ننظر إلى فن هذه أو إلى العبقرية في هذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هكذا: عندما كنت صغيرا وعندما كنت شابا وقبل النبوة لم أكذب عليكم لا كذبة كبيرة ولا كذبة صغيرة ولا كذبة منتهية في الصغر، وأنا أعيش فيكم وأنتم تعرفوني، أنا لم آتي من الخارج مرة واحدة، أنتم تعرفوني جيدا، تعرفون صدقي، فهل يعقل أن آتي في النهاية بكذبة كبيرة جدا 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 فيها أن أدعي أنني نبي من الله وأني والعياذ بالله لست كذلك؟ فهذا المعيار الله سبحانه وتعالى يطلب من الرسول أن يستعمله، يعني هي شهادة من الله سبحانه وتعالى عليه، يستعمله كمعيارا أولا ليقول للناس أنني نبي بعثت من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وقد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيء المضحك أن ألد أعدائه هو الذي قال له لا يعني نعم نصدقك لأن لم نعرف عليك إلا ما شهدنا عليك ما شهدنا عليك كذبا ولا مرة. فطبعا هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى بأن الرسول هو فعلا معصوم وأنه شأنه وأخلاقه رفيعة جدا. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. يعني صحيح أستاذ فتحي أن يعني قد يتساءل سائل أو يفكر أحد الناس ويقول أن شهادة الإنسان في نفسه أو حول نفسه يعني ليست ذات أهمية كبيرة، ولكنها في حالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا عفوية بحيث لا يسع أحد إنكارها، فكيف كانت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الوحي طبعا كان هذا الأمر جديدا عليه، لم يجرب هذا الأمر من قبل، فرأته السيدة خديجة رضي الله عنها وهو مضطرب وخائف، فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ في كتب أهل الكتاب على أساس أنه ربما يفهم في هذه الأمور، نبي يتلقى الوحي ما هي القصة؟ فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه، فعندما سمع الكلام قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ويعني قال له وإن يعني وعندما يخرجك قومك سأنصرك نصرا مؤزرا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة دي يخرجك قومك، هو احنا لسه فقرأ باسم ربك الذي خلق، سيدنا محمد ما كانش عنده عليه الصلاة والسلام تصور في هذه اللحظة عن ما سوف يحدث له من تاريخ طويل، فبيقول له يخرجك قومك، بيقول له في سيدنا محمد شوف العفوية بقى وشوف الفطرة وكيف اندفعت الجملة، أو مخرجية هم بعفوية بصورة عفوية فطرية كده، أو مخرجية هم، يعني لماذا يخرجونني؟ ماذا صنعت لهم؟ إنني أحسنت إليهم، كنت صادقا، كنت محسنا، أمانتهم عندي، لم أعتدي على أحد منهم، لم أخن أمانات، يعني لماذا يخرجون؟ أو يستغرب أو مخرجية هم. فقال له ورقة بن نوفل بناء بقى على القراءات اللي عنده، لأنه من أهل الكتاب، عنده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، قال له ما من نبي جاء إلى قومه بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الحادثة في عفويتها
عن يعني لو واحد صحفي متنكر وماشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكاميرا بيسموها الكاميرا الخفية دي وصور هذا المشهد وأذاعه على العالم، هذا المشهد كافي لإثبات أن هذا الإنسان لم يكن يعلم عن نفسه إلا النقاء. وطبعا شهادة زوجه عندما جاءه الوحي وقالت له أنت وأنت 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 تؤكد هذا. يعني إذن هو في نظر نفسه لم يكن يرى أي إساءة، فهذه شهادة لنفسه، ولكنها تم أخذ اللقطة أو الرواية اللقطة، بسميها الرواية اللقطة المفاجأة، بطريقة تثبت أنه فعلا شهد لنفسه شهادة صادقة. نعم، ما شاء الله، جزاكم الله أخي ربيع. يعني لابد من بالإضافة إلى شهادة المرء لنفسه أن تصحبها شهادة الدائرة الضيقة حول هذا الإنسان، يعني الزوجة، الناس المقربون، الزوجة، الأصدقاء المقربون، الأولاد، هذه الدائرة الضيقة التي تلامس وتتقاطع خطوط حياتها مع حياة الإنسان، فكيف كانت هذه الشهادات في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كما ذكرنا فإن المصلح الموعود حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه مؤلف هذا الكتاب العظيم يذكر الآن شهادات مختلفة على كون الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب عصمة، إنسان له قدسية عظيمة. والشهادة الأولى كما ذكرنا كانت شهادة الله سبحانه وتعالى، ثم شهادته العفوية، والآن ينتقل إلى شهادات أخرى. الزوجة هي أقرب إنسان، أقرب شخص لكل رجل متزوج، وهي تعلم أسرار كل زوج، يعني فعلا الزوجة القريبة من الزوج تعلم أسرار زوجها. وانظر هنا إلى الحالة، هنا في حالة خاصة. ما هي الحالة الخاصة؟ كانت خديجة رضي الله عنها أكبر سنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول فقيرا وكانت هي غنية. يعني في الكثير من الحالات عندما يكون زواج بهذا الأسلوب، فيعني الزوجة لا تكون في قمة شبابها، وربما لا تكون في قمة جمالها، والشاب يكون صغيرا إذا قرنا يعني زواج أي شخص بهذه السنوات، فهو ربما ينظر إلى الأخريات، ربما لا يكون مخلصا، ربما يستعمل أموال الزوجة الغنية. لقد كانت خديجة رضي الله عنها امرأة يعني تاجرة ثرية وغنية، ولكن انظروا إلى هذا الوضع الذي فيه يخلص لزوجته التي أكبر منه سنا إخلاصا عظيما، ويحبها ويقدرها، ويكون إنسانا طيبا ومخلصا لأمته، وأن الأموال التي كانت معه وزعها على الناس. ولهذا فنحن فعندما أتى زوجته وذكر لها ما حدث له في الغار، فأرادت أن تطمئنه بكلام قوي جدا لا يخطر إلا يعني لا يخرج إلا من إنسان طيب، إنسان مخلص، إنسان عظيم. قالت له كلا كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لا تخف، إنك تقري الضيف، تكرم ضيوفك، إنك تصل الرحم وتهتم بالأقارب، إنك تكسب المعدومة وتعطيه. طبعا أغلب القسم كبير من الأموال التي كان أعطته إياها سلمته إياها خديجة كان يساعد فيها الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يخزيك. هذه الشهادة شهادة عظيمة، يعني فعلا خيركم خيركم لأهله، والأهل شاهدون على عصمة النبي وقدسية النبي وشأن النبي العالي. الآن نذهب إلى الأصدقاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني الآن نذهب من الزوجة إلى الأصدقاء، نخرج ربما بالنسبة للزوجة هو صالح، وبالنسبة للصديق لا نعرف كيف يكون هذا. فنذهب نرى أبو بكر الصديق كان صديقه المحب القريب، وعندما أعلن النبوة صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره، فعندما رجع سمع بهذا فذهب إلى الرسول مباشرة ليستطلع الخبر. وما إن سمع منه وأراد منه أن يجيبه يسأله هل فعلا أعلنت أنك رسول الله، وعندما قالوا نعم قال إذن أنا أؤمن بك رسولا، وأنفق 40,000 درهم من ماله لبيت الإسلام، يعني بشكل عظيم. فالرسول قال في حقه صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظرة وتردد، إلا ما كان من أبي بكر ابن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. يعني مباشرة بشكل مباشر آمن فيه. لماذا آمن بالرسول بشكل مباشر؟
لأن الرسول إنسان مقدس، لأنه عنده عصمة، لأنه عظيم الأخلاق، لأنه لا أحد يصل إلى مقامه، وإلا لما كان يتصرف. يعني هو حتى لم يسأل أي شيء، مجرد أنه عرف هذا صاحب الصفحات البيضاء الذي لبث فيهم عمرا طويلا ادعى النبوة، آمن به طبعا. وهذه أعظم، يعني تعالى نقول هذه أعظم بيعة أو دخول الإسلام حدث من الصحابة، وكلنا نعرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الآن ننظر يعني حتى في صغره، واحدة أما من إماء أبي طالب ذكرت عم الرسول أن الرسول في صغرها أيضا لم يكن جشعا، ولم يكن يؤذي الأولاد، ولم يكن يتشاجر، وكان يعني متواضعا ويأكل بقناعة. يعني هي أيضا وصفته بأنه كانت عنده أخلاق يعني عالية وجميلة وعظيمة أيضا في صغره. والشيء العظيم الأعظم، نحن الآن نتوسع في الشهادات، شهادة عدو لدود اسمه النضر بن الحارث، يعني هذا الإنسان كان عدوا للرسول وعاد الرسول واشترك من الذين اشتركوا في أرادوا أن يقتلوه قبل هجرته إلى المدينة المنورة، والذين من الذين اشتركوا في قتله، طبعا فشلوا في النهاية وله إساءات كثيرة. ولكن انظروا، عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة أراد الكفار أن يعملوا اجتماعا ويقرروا ماذا يقولون للحجاج، يعني إذا الحجاج سألوا عن الرسول فيريد أن تكون أجوبتهم، يعني يعطوا نفس الجواب، لا يتحدثوا بأجوبة مختلفة، فقالوا أنه دعنا نقول أنه ساحر يكذب. فماذا قال هذا العدو اللدود؟ سمع هذا الكلام في الاجتماع وقال: لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. يعني هو يشهد يقول أنا أعرفه حتى لو لم أؤمن به، مستحيل أن يكون ساحر. قولوا كلاما غير هذا، يعني وعلى فكرة شهادة العدو شهادة عظيمة فعلا، وهو عدو. وأيضا أنس بن مالك، وهذا الذي يعني ذكر الكثير من الأحاديث الشريفة، أيضا يقول كان خادما عند الرسول منذ أن كان ولدا صغيرا، وقال أن الرسول كان يعامله معاملة حسنة ويحبه، وإذا كلفه في بمهمة كان يساعده في أن يؤدي هذه المهمة. وكذلك شريكا له لقيه في عند فتح مكة، قال عن الرسول، طبعا الإنسان عادة يكون إنسان طيب ما لم تشاركه في الأموال، وإذا شاركته في الأموال يتحول إلى إنسان آخر، ولكن هنا يقول نعم الشريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري. وهنا أيضا شهادة عظيمة علينا أن نذكرها، شهادة الإنسان بعد وفاته. عندما سألوا عائشة رضي الله عنها، كانت تحب الرسول حبا شديدا، قالت عن الرسول كان خلقه القرآن. وهناك قصة فيها نرى بعد وفاة الرسول كم كانت عائشة رضي الله عنها تحب الرسول، وقد ذكرت هذه القصة في كتيب الأمال المعقودة على رجال من أبناء فارس، حيث ذكر أنه بعد الرسول، طبعا كانت الأحوال الاقتصادية صعبة في وقت الرسول، ولكن بعد وفاته صار نوع من التنعم ونوع من يعني التقدم الاقتصادي. وأيضا عائشة رضي الله عنها عاشت بنوع من التنعم نوعا ما، فبدأوا يأكلون الأرغفة الناعمة التي هي مصنوعة من الدقيق الناعم، ولكن عندما كانت تريد أن تأكل هذه الأرغفة كانت لا تستطيع أن تبتلع، كانت من شدة البكاء كانت لا تستطيع أن تبتلع اللقمة. يعني هي لا تتنعم وتنسى الماضي، بل أنها مشغولة دائما تفكر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يسألونها لماذا أنت في هذه الحالة، فكانت تبكي وتقول ليتني أرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبز له هذه الأرغفة اللذيذة المصنوعة من الدقيق الناعم، لأنه كان يأكل في الماضي الأرغفة المصنوعة من الدقيق الخشن. إذن فشهادة زوجته وشهادة صديقه وشريكه وخادمه وألد أعدائه وبعد وفاته، كل هذه الشهادات، يعني هذا الشمول العظيم، يرينا أن هذا الرسول فعلا إنسانا عظيما، وهذا إثبات عظيم على قدسيته. وطبعا كل هذه إجابات لكل هؤلاء الذين يطعنون بالرسول، يقولون انظروا الشهادات لا تعد ولا تحصى على. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. مشاهدي الكرام، أذكركم دائما بأن هذا البرنامج برنامجكم ومنبركم، يمكنكم تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، من خلال واتساب أو الاتصال الهاتفي، أو من خلال موقعنا على الإنترنت islamahmadiyya.net، حيث يمكنكم في زاوية المشاركة الحية هناك أن تضعوا الاسم ورقم الهاتف ونحن نعود الاتصال بكم. أيضا يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، والتي هي تحت عنوان برنامج مجالس الذكر. معنا من المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ حسين المصري. السلام عليكم.
حياكم الله، كيف الحال؟ اهلا وسهلا، حي هلا بك، تفضل. الله يبيك، مساءكم مساء المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام ايضا. الحقيقه يعني هذا الموضوع موضوع شامل وعام وواسع اخي ايمن، لا يمكن الاحاطه به في برنامج من حلقات يمتد عبر سنوات عمر طويله، لكن اريد ان اسلط الضوء على جزء من اجزاء كون محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركه قد فتح افاق الرحمه للعالمين الكافه. وهذه الجزئيه التي اريد ان اتحدث بها هي بعثه حضره المسيح الموعود عليه السلام، هذا الخادم الصادق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جسد ببعثته ايضا مظهرا من مظاهر الرحمه الشامله والعامه، وخصوصا انه اثبت ببعثته حين وفاته استمرار النبوءات وصدقها التي انطبقت من خلال جماعته في اهم مفصل من مفصلياتها وهي الخلافه على منهاج النبوه. فالمتابع لادبيات الخلافه على منهاج النبوه، وخصوصا نحن الان في عصر الخليفه الخامس ايده الله بنصر العزيز، نجد انه في خطاباته وخطبه تجسيد لمعاني الرحمه للعالمين من خلال نصائحه وتعليماته المباركه وتوجيهاته لابناء جماعته المباركه وللعالمين كافه من خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والجلسات السنويه وخطب الجمعه التي يتحفنا بها ويتحف العالم الحر الشريف الذي لا يتوانى عن تقدير جهود حضور أيده الله بنصره العزيز التي تعني العالم كله ليس أفراد الجماعة فقط. نعم. أنا كمراقب ومتابع لخطب حضرته أيده الله بنصره العزيز أدعو الجميع أحمديين وغير أحمديين بالإقبال على هذه الخطب بكل تقوى وبكل عدالة حتى يستشفوا ويروا أن فقط أريد أن أسأل الجميع أن يعطونا إماما واحدا أو زعيما واحدا في العالم دينيا أو سياسيا لا يمتلئ سيول فكر وتخيل أيضا على العالم بهذا الكم الهائل من التوجيهات الإنسانية التي تجسد حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كرحمة للعالمين وحضرة المسيح الموعود أيضا عليه السلام. بارك الله فيكم وأشكركم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاكم الله أحسن جزاء. فعلا يعني المتتبع للتصرفات وتوجهات الموظفين في شركة يستطيع أن يستشف توجهات الإدارة، والمتتبع لتصرفات ومسلكيات وتوجهات حتى شرطة المرور في الشارع في إحدى الدول يستشف من خلالها توجه الملك أو الرئيس أو الحكومة في تلك البلد. هل يمكن لمتتبع الجماعة الإسلامية الأحمدية وعلى رأسها الخلفاء الراشدين وآخرهم حضرة الخليفة الخامس أيده الله تعالى بن نصر العزيز، المتتبع لنشاطاته في العالم، لقاءاته، خطاباته، خطبه، توجيهاته لقادة العالم من خلال الرسائل التي وجهها لرؤساء وملوك أهم دول العالم ورسائله التي وجهها لهم أيضا من خلال الخطب والخطابات واللقاءات الدولية المختلفة وتوجيهات حضرته للداخلية لأبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية بالدعاء للأمة، بصلاة التهجد والدعاء للأمة، بإحسان الخلق والتصرف حتى نكون مصدر رحمة ليس لجماعتنا بل للأمة، بسببنا لعل الله تبارك وتعالى بسببنا يرحم الأمة ويؤخر عذابها ويؤخر يعني الويلات القادمة عليها، وحدث يعني عد واغلط كما يقولون من هذه الرحمات التي تظهر من الخلافة الإسلامية الأحمدية الراشدة على منهاج النبوة. هل يمكن أن تكون هذه التوجهات لا تشف عن توجهات أعظم منها بكثير من إمام هذا الدين ومؤسس هذا الدين والنبي الأكرم والأعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ف
فالمتتبع للجماعة الإسلامية الأحمدية، المتتبع الآن لخلافتها ولمنهجها ولطريقتها ولأسلوبها، يستطيع أن يستشف مدى رحمة وصدق وعظمة وإحسان هذا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل محض من الله تبارك وتعالى أنه هيأ لهذه الجماعة أن تكون مرآة تعكس رحمة وفضل وإحسان هذا النبي العظيم. مشاهدين الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير، نستمع من خلاله إلى قصيدة هي مجموعة من الأبيات الشعرية، جزء من قصيدة تحت عنوان يا عين فيض الله والعرفاني. هذه القصيدة كتبها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الفارسي الأصل الهندي المنشأ الذي لم يزر بلاد العرب ولم يعش بها ولم يتعلم لغة العرب في أي جامعة أو معهد. دعونا نستمتع ونتذوق هذا الكم الكبير من الحب، من الإجلال، من الاحترام المتدفق من قلب حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من خلال قلمه في الأبيات التي ستسمعونها الآن. كونوا معنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا عين فيض الله والعرفان، يا إليك الخلق كالظمآن، يا بحر فضل المنعم المنان، تهوي إلي كالزمر بالكيزان، يا شمس ملك الحسن والإحسان، نورت وجه البر والعمران، إني أرى في وجهك المتهللي شأني شمائل الإنسان، قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان، لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان، والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان، والله إني
قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي، أنا أحقر الغلمان. يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. جسمي يطير إليك من شوق على ليت كانت قوة الطيران. يا ليت كانت قوة الطيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الحق الهادي النور، إني معك يا مسرور، إني معك وملائكتي ترفع ذكرك في المعمور، ترفع ذكرك في المعمور. بشرى يا ابن رسول الله وحفيد من اتبع خطاه، مهدي مبعوث فينا ومطاع وهو المأمور، ومطاع وهو المأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحن بصدق بايعناك وعلى العهد عاهدناك، إنا معك، إنا معك يحيى مسرور المنصور، يحيى مسرور المنصور. يا قائدنا ومربينا ومعلمنا ومزكينا، بالحق تقود أمانينا لصروح المجد المسطور، لصروح المجد المسطور. تتلو آيات الرحمن
وتزكينا بالقرآن تتلو آيات الرحمن وتزكينا بالقرآن تتلو آيات الرحمن وتزكينا بالقرآن وتزكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعونا ندعو معا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة التي هي تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن وصلنا أحبائنا المشاهدين إلى السؤال عند الأستاذ فتحي عبد السلام حول موضوع شهادة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعتاد في تاريخ الأمم في السياسة وفي وملك يأتي بعده ملك، وحتى في أمور حتى في الشركات والمؤسسات في العصر الحديث، يعني اعتاد الناس على أن الجديد يبدأ يبرز مساوئ القديم السابق حتى يبني له أمجاد على أنقاض مساوئ الذي سبقه. كيف كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأبرار، وكيف لما كان أن يشكل شاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحسانه وأخلاقه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأكرم لما توفاه الله، عادة الرؤساء كما تقول فعلا يأتي الرئيس الجديد فيحاول أن يصنع فرقا وأن يبين أن هناك يعني ولو حتى بعض الأخطاء، يعني يبين عدم النقاء في أخطاء، بمعنى أنه يزيل العصمة عن اللي قبله عشان لما بيعمل تغييرات يبقى هو إيه انتخبوني أنا خير من يمثلكم، أنا هعمل وسوي، أنا هعمل تشينج زي ما بتاع أوباما كان بيعمل تشينج، يعني إيه اللي قبل كده إيه غلط فإحنا لازم نغير. طيب نشوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة بالنسبة له فوجئ بردة العرب، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض كان يوصي بأن يتم إرسال الجيش، جيش أسامة، الجيش الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعده وجهزه وحدد أسامة بن زيد قائد ليه لحرب المعتدين الروم. طيب جد بالنسبة لأبو بكر جد جديد بالنسبة لسيدنا محمد عليه السلام ما كانش الأمور يعني عنده جديد، كان هو يعني ربنا تعالى أخبره بالقصة كلها. جزيرة العرب هيحصل فيها مشاكل فتفتحونها ويفتحها الله، وبعد ذلك فارس هتعمل مشاكل ويفتحها الله، ثم الروم ويفتحها الله، ثم الدجال يعني أمم الدجال ويفتحهم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده تاريخ أمته محصور في 4 فتوحات ثم تقوم القيامة انتهت. فهو بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع محصور في 4 فتوحات. فلما هو قبل أن يتوفاه الله يوصي بأن الجيش اللي جهزه يتم إرساله بعد أن أحس بأنه يعني قربت وفاته عليه الصلاة والسلام،
فلما توفاه الله فوجئ المسلمون، فوجئ أبو بكر بحرب الردة وأمر عظيم وفظيع ومحاولة الهجوم على المدينة. فكان المفروض لو كان أبو بكر شايف في خلال حياته الطويلة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يعني هو كان رأيه كده إرسال هذا الجيش، ولكن هو كده ساعات كده بيكون آراؤه، ويحتمال أنه هو يكون وعنده أدنى ذرة احتمال في هذا النبي إن هو ممكن يكون عنده أخطاء، ويؤكد إرسال هذا الجيش ما كان أرسله. الجيوش العرب المرتدين هيهاجموا المدينة، هو عنده جيش يبعته للشام ويترك المدينة بلا جيش؟ ما قولك أن إرسال الجيش وطاعة أبو بكر للرسول، ويقول ما كان لابن أبي قحافة، حتى ما قالش لأبي بكر، أنا مين؟ أنا ابن أبي قحافة. ما كان لابن أبي قحافة أن يعني يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يرسل الجيش للرسول، عقد له اللواء، عقد له اللواء. ما أنا مين؟ يرسل الجيش وأرسل الجيش، وكان إرسال هذا الجيش فيه سر في الحرب النفسية ضد المرتدين، إنه لبشهم، اتلبشوا وخافوا وتجمدوا، حصل لهم فريزنج، أو التجمد ده أو الفريزنج ده أعطى فرصة، الجيش ذهب وأنهى المهمة ورجع وبدأ تكوين الجيوش لإرسالها للمرتدين. فلو كان سيدنا أبو بكر عنده أقل ذرة في عصمة هذا الإنسان لأرسل الجيش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميع مؤرخين الغرب كتاب التاريخ بيجمعوا على أن هذا الإنسان كان فعلا يحكم بعدل، وكان فعلا يحافظ على الحرية الدينية للبلاد التي طردنا منها جنود الأعداء وعسكرنا فيها حتى لا يعود العدو، ويقر بأنه بيهتم بشؤون الشعوب هذه كاهتمامه بشؤون العرب، وأنه دون عمل التدوين وأنشأ يعني نظام كأنه نظام حديث، نقر العرب من عالم الشفاهية إلى عالم الكتابة في الأمور الإدارية. كلمة تدوين الدواوين دي، ده توثيق، ده أمر حضاري خطير. ما هو فهمه منين؟ من اقرأ الأمي، ربنا يقول اقرأ تلك آيات الكتاب وكتاب مسطور في رق منشور. وهو وجد أن القرآن نفسه مليان بالكتابة وبالورق وبالقلم والورق والكتابة، فديا عبرت عنده إحساس داخلي بأنه لابد أن يكون لنا في التدوين نصيب. هذا الأمر، هذا الإنسان الذي يمدحه الجميع، مؤرخين الغرب يذمون رسول الله ويمدحون عمر. شوف، طيب نقول لهم ما رأيكم أن عمر الذي تقدرونه وتحترمونه هذا عندما جاء موعد الوفاة أرسل لعائشة رضي الله عنها يستأذن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان مدفون في بيتها، إنه ممكن أندفن جنب سيدنا محمد؟ يعني حط وجوده وخلاصته عند أقدامه، عند قدم هذا الرسول الكريم. هذا يدل عليه، على أن فكرته عنه وتصوره عنه أنه ذلك الإنسان النقي الذي أجمل شيء في الحياة أن الإنسان يلقى الله وهو مدفون عند قدمه. هذا يدل على التقدير الروحاني العالي، وهو ده اللي عارف أسراره، ده كاشف أسرار سيدنا محمد. وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما حوصر من الثائرين المجرمين
الثوار العصبجية بتوع الثورات والاعتصامات والحصارات ثم الاقتحامات، عليهم لعنة الله. أصحاب هذه الأمور خربوا الإسلام، خربوا تاريخ الإسلام وقتلوا الخليفة. هذا الإنسان عندما حوصر فأرسل معاوية، وكان له عيون وأخبار زي مخابرات عنده كده، قال له تعالى عندي، لأن شوف بيقول له إيه، بيقول له في صحابة فضلاء في المدينة. خبر حضرتك أن الصحابة في هذا الوقت كان أغلبهم قتل في حروب دفاعا عن الإسلام، كان الموجود منهم عدد قليل جدا، عشرات أو يعني 100 أو 100 200، عدد قليل جدا. هؤلاء الصحابة العدد، معاوية قال له أنا عندي أخبار أن هم يريدون أن يقتلوك وأن يولوا واحدا من هؤلاء الصحابة، فأرسل الصحابة إلى الخارج، بعتهم عندي أو يعني عشان خاطر إيه، لا لما يقتلوك ما يلاقوش حد في المدينة من هؤلاء الصحابة الصالحين يولوه. ف عندما يجدون الصحابة قد خرجوا يبقى هم إيه؟ كأن هذه وسيلة لإحباط المؤامرة. ماذا فعل عثمان؟ عثمان قال له أن الرسول عليه السلام هاجروا إلى الرسول، وهو يعني كانوا، وكان سيدنا عمر برضو بيجمعهم ليستشيرهم كده، قال له يعني دور الصحابة اللي الرسول جابهم هنا أنا ما طلعهمش بره، يعني عنده إنهم صحابة، كلمة صحابة رسول الله، هذه الإضافة اللغوية عنده تساوي الكثير. فطبعا خبر حضرتك سيدنا عثمان لما امتنع عن قتل هؤلاء أو جلب حرب إليهم أو طردهم بالقوة مما كان يتسبب في سفك الدم، سيدنا عثمان من أين جاء بهذا؟ الذي فعله أقوى بمئة مرة من أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ منك ثوبك فأعطي له الرداء. فهو أعطى الحياة ورفض أن يسفك دماءهم. ليه؟ لأنه في نظره هو كان راجل ضال، وهداه الله على يد محمد عليه السلام، وصار يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الله. فالناس دول دخلوا إزاي؟ الناس اللي جايين يقتلوه دول دخلوا بسبب جهاده هو والرسول عليه السلام، فهو اللي تعب عشان يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعشان تعب عشان يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من غلاوة الكلمة دي عنده إنه يحصروني ما مديش إيدي عليهم، يقتلوني ما مدش إيدي عليهم. من أين أتى بهذا؟ أي كتاب قرأ وأي مكتبة اطلع عليها وأي واعظ علمه إلا من محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهو تشرب روح سيدنا محمد وعرف أنه نبي سلام وأمان، ولا يمكن أن هو يهدم بنيان الرب، الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ففضل أن يضحي بنفسه وأن يقتلوه ولا يمس دماءهم، وهذا من تعليم محمد. هذه شهادة على نقاء هذا النبي ونقاء هذا الإله ونقاء هذا القرآن الذي وثقه عثمان ووزع النسخة الموثقة. جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ العزيز. معنا الأخ محمود زكي، السلام عليكم. بارك الله لكم وجزاكم أحسن جزاء. أهلا وسهلا. تحدثت أخي ربيع في بداية الحلقة عن النظرة الشمولية للأمور كي نفهم حقيقة الأمور ولا نحكم بناء على النتائج فقط. ولو تمعنا في الأسباب لوجدنا أن جميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت نقية وكانت طاهرة، وبفضل الله تعالى فإن مكتبة الجماعة الإسلامية الأحمدية زاخرة بالكتب التي تثبت الأسباب الأسباب التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم
التي بسببها أو بناء عليها عمل ما عمل، ولقد كانت أخلاقه كلها بهدي الله. فإن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه الكريمة. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بارك الله لكم وجزاكم أحسن جزاء. جزاك الله أحسن جزاء الأخ وزميل محمود، شاركنا عبر الهاتف، جزاكم الله أحسن الجزاء أخي العزيز. يعني البرهان الأول على الذي تناولناه الآن يعني يجمله هكذا في عجالة، الدليل الأول أو البرهان الأول على عصمة وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم هو نتيجة شهادة الآخرين. يعني هذا الذي ذكرناه مؤخرا هو شهادة الزوجة، شهادة الأصدقاء، شهادة العمال المحيطين، حتى شهادة الأعداء، يعني الدائرة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الشهادات كل من زاويته يضيء مصباحا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تنزهه وعصمته. السؤال الآن أخي ربيع، هل من الممكن أن تشكل غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى أيضا برهان على عصمته وتنزهه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن غيرة الرسول وحبه العظيم لله سبحانه وتعالى، يعني لم يخلق الله سبحانه وتعالى إنسانا أو بشرا وصل إلى مقام الرسول في العبادات وفي كمال الشريعة وفي كمال القرآن وفي كمال الأمة وفي كمال كل شيء. ولا شك أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى قد يعني لا نستطيع حتى أن نتصوره. وللرسول أيضا تجليات ويعني كبيرة جدا، وليس لله أنه سيد المرسلين، يعني فعلا هو سيد المرسلين أعظم الأنبياء، حتى أن المسيح الموعود عليه السلام يقول أن لولا هذا المصباح العظيم، هذه الشمس العظيمة، لتعذر علينا أن نرى بسبب إضاءة هذا المصباح العظيم كل هذه المصابيح الصغيرة الأخرى، والتي تتمثل بالأنبياء الذين كانوا قاربين من الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية جغرافية ومن ناحية زمنية. لهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يميزه حبه الشديد لله سبحانه وتعالى وعبادته، يعني لدرجة أنه في أيامه يعني عندما كبر وفي أيام الأخيرة كان يصلي لدرجة أن أرجله كانت تتورم، فكانت تسأله عائشة رضي الله عنه يعني لماذا ترهق نفسك بهذه الكمية من الصلوات والله سبحانه وتعالى قد عفى عما سلف ويعني وما سيحدث أيضا. فكان يقول لها ألا تريدين أن أكون يعني شكورا شاكرا لله سبحانه وتعالى على منني، فلا أكون عبدا شكورا. طبعا فمن كل هذه الأحداث نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا كان يحب ربه بشكل عظيم وكان مخلصا جدا لله سبحانه وتعالى، وليس لله كان يعني وليس عبثا أنه كان أفضل الأنبياء وبه تنزل أعظم الكتب. الآن هناك قصة فعلا عظيمة منها نستطيع أن نشاهد يعني أن نرى عمليا غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في معركة أحد نعرف أنه يعني كاد المسلمون في هذه المعركة أن يهزموا، يعني كانت فعلا معركة صعبة، والسبب طبعا كلنا نعرفه أن الرماة على الجبل الذي طلب منه الرسول أن لا يتركوا أماكنهم، قد تركوا أماكنهم عندما ظنوا أنهم قد تغلبوا على قريش، ولكن القسم من الجنود قد يعني بغتوهم وأتوهم من وراء الجبل، ولو كان هناك الرماة لا استطاعوا أن يتمكنوا منهم، ولكنهم بسبب عدم طاعتهم للرسول قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه. حتى ولو كانت بحسن نية يعني ودون قصد، عندما لا تطيع الرسول في هذه المسألة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنسان يرى وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى ويعرف ماذا يأمر، وعندما لا تطيع فأنت فتؤدي إلى 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 يعني نتائج كارثية. ونحن نعرف الوضع الذي كانوا فيه وكم استشهد من المسلمين وكم يعني واستشهد أيضا حمزة رضي الله عنه والكثير، وكان الكثير أيضا قد جرحوا وأصيبوا وكان وضعهم خطير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه قد أصيب بجروح كثيرة لدرجة أنه ظن الكفار أنه قد تمكنوا وأنهم قد قتلوا الرسول. الآن نرى ما حدث في هذه المعركة كشهادة عظيمة على غيرة الرسول.
عندما ظن الكفار أنهم قد تغلبوا عليهم وأن قتلوا الكثير من الصحابة والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، فسأل أحد الكفار: هل فيكم محمدا؟ أبو سفيان هل فيكم محمدا؟ فطلب منهم الرسول أن لا يجيبوا أبو سفيان، لأنهم لم أجاوبوه وقالوا له: نعم نحن هنا. لا، أتى أبو سفيان مع بقية الجيش وقتلهم كلهم. فقال له: ليس من الحكمة أن تجيب، أسكت. فسكت. ثم قال: هل فيكم أبا بكر؟ فطلب الرسول ألا يجيبوه. ثم قال: هل فيكم عمر؟ وعندما قال في عمر، كان عمر رضي الله عنه متحمسا ليقول: نعم أنا موجود لأعاقبك، لأقطع رأسك. ولكنه أيضا طلب من عمر: أرجوك أن يعني تسكت لخطورة الموقف. الموقف كان شديد الخطورة، يعني حاول أن تفكر كيف الوضع. لو قال أي منهم كلمة واحدة كان سينقض عليه الكفار، وربما يعني يقتلهم كلهم، يتمكنوا منهم جميعا. ولكن بعد أن سأل هل من الرسول والصحابة كذا وكذا، وطلب من الرسول أن يسكتوا، قال طلب من الكفار أبو سفيان وقال: أعلو هبل، يعني عليكم أن تذكروا هذا الإله العظيم الذي هو الصنم والعياذ بالله، حيث أن كل أولئك الذين عادوا هذه الأصنام انظروا لقد قتلوا كلهم، فما علينا الآن إلا أن نعلو هبل ونذكر هبل، هذا هبل العظيم، الصنم العظيم، ما عاد هناك مجال للصمت. نعم. والآن بعد أن طلب منهم أن يصمتوا كل هذه المدة وبعد كل هذه المناداة، فقال لهم الرسول: ألا تجوبهم؟ يعني لماذا فلم يفهم المسلمين، طلب منهم كل الوقت أن يسكتوا. فقالوا: ماذا نقول؟ فقال: قولوا الله أعلى وأجل. فبدأوا يقولون الله أعلى وأجل، يعني يجيبون أبو سفيان عندما طلب منهم أن يقولوا أن يعلوه. نعم. الآن انظروا، رغم أن الموقف خطير ورغم أن الرسول يعرف أنه إذا قال هذه الكلمات سوف ينقض عليه أبو سفيان وجيشه ويقتل كل الصحابة وهناك جرحى وهناك وضع خطير ويعني وصعب جدا، إلا أنه عندما سمع شيئا يمس الله سبحانه وتعالى لم يتحمل، لم يصبر، بل وقف وقال الله أعلى وأجل. هذا إن دل على شيء يدل على حبه الشديد لله سبحانه وتعالى. الرسول على فكرة، الرسول له مواقف كثيرة كنت ترى وكأن الرسول بسبب حبه لله كأنه يقفز، كأن يعني تتخيل كأن شخصا يقفز في بحر الأموات بسبب حبه الشديد لله سبحانه وتعالى. يعني أذكر في معركة حنين عندما بغتهم الكفار وكانوا مختبئين وراء الحيطان المموهة وبدأ الحديثي الإسلام يهربون يخرجون، فوجد أبو بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في المقدم والصحابة في الخلف، وقال له أبو بكر: دعنا نرجع هكذا يعني نتنشط وندخل ونقاتل بشكل أفضل. فيعني قال له: أنا لا أتراجع، يعني دعنا أنا البغلة يا أبو بكر. وذهب في هذا المكان يعني بشكل رهيب، وكان يقول: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى وصل إلى مكان وكانت الرماح يعني حوله. يعني هذه الفزة، هذه القفزة في سبيل الله وعدم التراجع أبدا نراه في الكثير من الأحداث. وطبعا نحن نعرف أنه عندما وصل إلى نقطة خطيرة طلب من العباس أن ينادي في الناس، فلما ناداهم شعروا وكأن هناك ملكا عظيما يناديهم وأنهم أمام الله في كشف حساب، يعني وحدث ما حدث. كل هذه الأمور نستطيع منها أن نرى أن الرسول كان يحب ربه حبا شديدا ومخلصا له كثيرا. في هذه النقطة أحب أعقب يعني تعقيب، أن نحن لو تخيلنا المنظر الذي حدث ما بين أبو سفيان وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، نتخيله كأنه مشهد على شاشة. أبو سفيان جمع جيشه لكي يعود إلى مكة بعد قتل 70 مسلم في أحد، ومنظر المسلمين كان فيه اضطراب وأحس بأنه منتصر. فقبل أن يلحق بالجيش لكي ينصرفوا خطر ببالي هذا الأمر، وقف الجيش في ناحية والمسلمين في ناحية وهو واقف لوحده في الميدان كده. فإحنا لن نذكر الروايات فقال لهم الرسول: اسكت اسكت اسكت، لا مش هنقولها دلوقتي. هو واقف بيقول كده على الحصان:
أفيكم محمد؟ صمت تام. أفيكم أبو بكر؟ صمت تام. أفيكم عمر؟ صمت تام. لما هو ما سمعش صوت فهم إن دول قتلة، فامتلكه الفرح والجنون وصار يصول في الميدان ويقول أعلو هبل أعلو هبل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة دي فكسر كل الخطوط الحمراء وكل الحواجز وقال لأصحابه أجيبوه ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فإذا بعمر يصيح الله أعلى وأجل، فتكون أعلو هبل يقول الله أعلى وأجل. فأبو سفيان سأل هو أنتم صحيين؟ فقال له عمر كل الذين سألت عنهم أحياء فيما يغيظك، ويعني فيما يعني يغيظك. فأبو سفيان قال لي بقى أنا بتأسف عن حاجة، حصل تمثيل ببعض الجثث قد كانت في القوم مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها. يعني في المعارك القادمة اعرفوا أن أنا كأبو سفيان لم آمر بهذا، لأن زوجته ومراته هي اللي أحد الأفراد الذين مثلوا بجثة سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما هو بيقول أفيكم فلان ولا فلان وفلان، إحنا مش مهمين يعني. الحكمة تقتضي السكوت، تقتضي عدم الرد حكمة، مش يعني مش لازم يعني مش لازم حتما إنه يهجم كده، هي الحكمة تقتضي ذلك. فلما قال أعلو هبل لا أباء قولوا الله أعلى وأجل فوجئ. طيب بعد ما فوجئ أبو سفيان وبعد ما عرف ان هم دول احياء وجيشه اهو يعني في نظره منتصر، حصل ايه بقى؟ حصل بقى أهو. طب هو عارف اهو، حصل زي ما يكون ربنا ملزقهم مع بعض في غيره، اعضاءه اتلزقت في غيره وحصل له عمليه بقى ملبش في بعضه زي ما يكون مربوط بجنازير وفكره انشل وخد بعضه هو والجيش ومشي مع الاعتذار عن المثلة. وقال ايه بقى؟ يوم بيوم بدر والحرب سجال. اهو بقى احنا ايه يعني، ما هم في بدر احنا قتلنا 70، فهو بقى في احد قتل 70، فهو قال يوم بيوم بدر والحرب سجال وخد بعضه ومشي. فشوف ازاي انه لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الكلمة هزت أبو سفيان وشلتهم وحسستهم إن كل اللي عملوه ده صفر على الشمال. هذا على فكرة هذا ما أردت أن أذكره بالقصة حرب حنين، أنه عندما الرسول يقوم بعمل يعمل غير عادي، يعني هذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به ويذهب إلى نقطة الخطر، وكأنه عندما وصل إلى نقطة الخطر فهو يقول لا انظر أنا رميت نفسي في الموت من أجلك يا الله. فالله يعني الله يتجلى بطريقة غير عادية، فعندما ينادي العباس يظهر صوت مرعب وغريب وينتصر على الكفار في فترة قصيرة جدا. فهذه الفزات كانت تأتي تلقاء هذه الفزات تصرفات إلهية عظيمة لنصرة الإسلام. ولا يمشي هذا مع المنطق على فكرة، المنطق لا يمشي مع المنطق. مثل ما ذهب ليساعد الإنسان أن يرجع دينه من أبي جهل إذا لم أكن مخطئا، يعني ذهب فز هذه الفزة التي يفزها دائما ليرجع للإنسان أمواله، ولم كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عضوا في حلف الفضول ولم يهتم أن الناس يقتلونها في الشارع، وذهب إلى ألد أعدائه وعندما طلب منه أن يعطي هذا الشخص المال أعطاه، فوبخوه الكفار وقالوا له ماذا فعلت ماذا فعلت؟ فقال نعم لقد لو رأيتم الجملين الذين أرادوا أن ينقضوا عليه لفعلتم نفس الشيء. هذا درس لنا أيضا على فكرة. جزاكم الله. يعني أستاذ فتحي تعرف الشجرة بثمارها كما يقال،
فكيف من ثمار النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نستنتج عصمته صلى الله عليه وسلم وتنزهه من ثماره؟ لكي نعرف أن هذا الإنسان هو إنسان مقدس وإنسان مطهر وإنسان نقي وإنسان منزه عن العيب ومعصوم من كل عيب، لكي نعرفه فلننظر إلى الأستاذ والتلميذ. التلاميذ أبو بكر الذي يعجب به المؤرخون الغربيون، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام. ده غير بقى الذين يعني تروى قصص نبلهم واستشهادهم وتضحياتهم الغريبة العجيبة. السؤال، هل هناك حشاش أو خمرجي يخرج أتقياء أوفياء أولياء منشئي أمم ومدوني الدواوين في أمة شفهية؟ هل يعني الفساق وأصحاب بيوت المحلات الفسق هل يخرجون الأتقياء الأنقياء الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار ويتلون الكتاب، وحتى أن سيدنا محمد فات على واحد فيهم اسمه حارثة، حارثة بن مالك الأنصاري الخليفة أيده الله بنصر العزيز، كان النهاردة بيحكي عنه في خطبة. الحارثة بن مالك هذا الإنسان النقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فات عليه، فبيسأله سؤال، ده لسه في أول حياة المدنية يعني، كان لسه الرسول مهاجر حديثا يعني، بيقول له كيف أصبحت؟ شوف الإجابة. فقال حارثة أصبحت مؤمنا حقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فإذا بهذا الإنسان صاحب العصبيات والعربي القديم والأمي الجاهل، شوف ماذا يقول، بيفسر له بقى مؤمنا حقا. والرسول بيقول له إيه أنت بتقول لي؟ انظر إلى حقيقة كلامك. فقال له عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أرى أهل النار يتضاغون فيها. واللي بقى يعني العلماء والفقهاء والأولياء آخر العلم وآخر القراءة وآخر ما يكون علماء الفيزياء والكيمياء، ثم علماء الفيزياء الروحانية والكيمياء الروحانية، ويخلصوا كتب الأولياء والأنبياء. بعد ما يخلصوا كده يعملوا أحسن من كده. عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أرى عرش ربي بارزة، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أرى أهل النار يتضغون فيها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. معجزة الإسلام هو أنه خرج الصحابة. معجزة سيدنا محمد، جمال سيدنا محمد، عيب أن احنا نقول إنه واحد في منتهى الجمال إنه هو أحسن من أستاذه، ده عيب. هو كل الذين تخرجوا على يدي من أطهر الناس وأنقى الناس كانوا بسبب أنفاسه، كلامه، أسلوبه، روحانيته، ما يشع منه من نور البركات التي تتنزل عليهم بسببه، لأن من جاور السعيد بيسعد. هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم، أمال بقى محمد عليه الصلاة والسلام يشقى جليسه؟ فهذه هي معجزة الإسلام الكبرى، لأن الله تجلى بذاته، تجلى بعظمته، بجماله وكماله مع هؤلاء الناس، لدرجة أنه إيه؟ بالنسبة ليهم وصلوا من التوكل إلى والنقاء إلى درجة أنه يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يحارب بالنيابة عنه، هو الذي كان يحارب. المنظر كده أن المسلمين كانوا يحاربون في بدر أو في الخندق، أو
أبدا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان الله يدافع، هل الله سبحانه وتعالى يدافع عن ناس مجرمين، عن الأنقياء؟ فهذه آثار وثمار محمد عليه الصلاة والسلام من ثماره تعرفونه. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. هذه الثمار ما كان ليدركها الدارسين والمستشرقين وغيرهم من الذين يحاولون تتبع حياة هذا الرجل العظيم، هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منهم الذي كان موضوعيا حياديا، ومنهم من كان له مآرب أخرى. وفي هذا الإطار يقول أخي ربيع موير، يقول عن بعد دراسته لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما أحاط بها، يقول أنه لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قام ببعض الإصلاحات، ولكنه يرى أن هناك ثلاث عيوب يعني أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قام بها والعياذ بالله، وهي قضية الطلاق، تعدد الزوجات، والرق. هذه الأمور هو يقول هذه يعني ثلاثة عيوب لا يمكن أن يتم إغفال النظر عنها، وهو حسب رأيه وجدت هذه العيوب والعياذ بالله في النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف رد المصلح الموعود ردا حاسما جازما قاسما على هذه الأمور وهذه الشبهات الثلاث؟ طبعا يعني طبعا هذه الشبهات لازالت تثار، نعم، حتى اليوم من أبناء موير المجازيين. نعم، فهذا الرد هو أيضا لكل من يعني تسول له نفسه أن يثير هذه الشبهات حتى يومنا. نفس الموضوع بيكرر زي هبلة مسكوها طبلة عمالة تطبل على الفاضي. طبعا ننتقل المصلح الموعود رضي الله عنه للإجابة على الاعتراضات كما ذكرت، ذكرها موير ويذكرونها حتى يومنا هذا. ويعني سبحان الله ليس عندهم ما يعني ما يطعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيعودوا على نفس المواضيع، شبهات لأنه شبهات ليس لهم شيء فعلا جديد، فيعودوا على نفس المواضيع. تحدث موير عن مشكلة عويصة وهي الطلاق وتعدد الزوجات. يعني الطلاق دعنا لنتحدث عنه، لأنه إذا كان في الماضي المسيحية كانت يعني حسب قوانينها تمنع موضوع الطلاق، فنستنخو نقول أن اليوم الغرب أوروبا وأمريكا قد قطعوا شوطا يعني طويلا في موضوع الطلاق، لدرجة أنهم يظنون أن عدم الطلاق هو يعني مصيبة وعذاب كبير للأزواج. فيعني هذا أصبح اليوم متبع، وأخذوا من الإسلام هذا الموضوع وأصبحوا يعني يستعملونه في بلادهم. الآن بالنسبة لتعدد الزوجات، طبعا هذا موضوع أيضا غاية في الأهمية. القصة يقول المصلح الموعود ليست تعدد الزوجات بأنه كان له زوجات كثيرة، بل المشكلة في هذا يعني المشكلة في هذا الادعاء أن الرسول كان إنسانا شهوانيا. يعني لماذا أراد النساء حسب قول المستشرقين؟ لماذا لتكون له فقط 10 نساء ويكتب أن هذا الإنسان عنده 9 أو 10 نساء؟ لا، ليس هذا الموضوع. هم يريدون يعني خبثهم بسبب خبثهم أن يقولوا أن هذا الإنسان كان متلذذا، يحب النساء ويحب يتزوج من النساء ويدور على يبحث عن الجميلات وعن البكر وعن الصغيرات. ولكن ماذا يقول المصلح الموعود؟ يجيبه جوابا مفحما، يقول له نحن سنرد على الادعاء أن الرسول كان إنسانا شهوانيا، ولهذا وهذا ما تريدون أن تثبتوه في كلامكم، وليس فقط أنه كانت عنده نساء عديدات، ولكن الرجل هذا الشهواني هو رجل أولا يعشق الخمر لتزيد هذه الخمور من شهوانيته، هو يحب الأطعمة الفاخرة لأنها أيضا تزيد من شهوانيته. نعم، يعني هي حلة، نعم، كاملة. نعم، القصة ليست شهوانية إنسان عنده امرأة وفقط، هناك نتحدث عن شهوانية، يكون مولعا بالأثاث والأمتعة والبيوت الجميلة العظيمة، يكون مغرما بمجالس الرقص والغناء، يكون مشغوفا بحب الأبكار البكر من النساء، يبحث عن النساء الجميلات أكثر وأكثر، يتقيد بتنفيذ رغبات النساء، لا يعدل بين النساء، يقضي معظم أوقاته في صحبتهن. الآن إذا نظرنا إلى هذه الشروط التي فيها إذا قام الإنسان بهذه الشروط يتحول إلى إنسان شهواني، نرى أن هذه النقاط لم تكن أي واحدة منها موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا الرسول واحد، ننقض الأول، الرسول لم يكن يشرب الخمر،
حرم الإسلام الخمر، انتهينا من الموضوع الأول. الثاني، كان الرسول محبا للأطعمة، نعم محبا للأطعمة كثيرا، لدرجة أنه كان يربط حجر في بطنه لأنه لم يكن شيء ليأكله، لا عنده ولا عند أزواجه، وأحيانا كان يقتصر أكله هذا الفاخر العظيم ببعض التمور والماء، وأحيانا لا يوجد تمور فكانوا فقط يشربون الماء، فهذا أيضا غير وارد وغير موجود. بالأثاث والأمتعة الفاخرة، كان الشيء الوحيد من الأثاث عنده يعني في بيته هو جلد الغنم الذي ينام عليه هو وزوجته، وأحيانا إذا أراد أن يصلي التهجد فكان من يطلب من زوجته أن يعني تتنحى قليلا كي يستطيع في نفس هذا البساط من الغنم أن يصلي صلاة التهجد وأن يتعبد. مجالس الرقص والغناء دعنا من هذا، هذا لم يكن موجود. مشغوفا بحب الأبكار من النساء، البكر الوحيدة كانت عائشة رضي الله عنها، وكانت حكمة عظيمة أنه تزوج من عائشة، يعني أغلب الأحاديث نأخذها من عائشة. عائشة كانت بعد وفاته تعلم المسلمين، وكانت وقتاً وذكية طويلة. وكانت متقية بشكل غير طبيعي، يعني هو كان يحبها أكثر واحدة، ليس لأنها أجمل إنسانة في العالم، وليست فقط لأنها بكرا، لأنها كانت تقية جدا، وكانت تتعلم كل أمور الدين بشكل عظيم، وكانت صغيرة يستمر الناس البنت فعلا علمي، نعم، لتتعلم كل هذه الأمور وبأفضل طريقة، فالصغير يتعلم أكثر من الكبير. وكان يتزوج، يحب أن يتزوج من نساء جميلات، حتى أن أعداء الرسول والمستشرقين الذين كانوا يطعنون في الإسلام وفي الرسول قالوا أن نساء الرسول لم يكونوا جميلات، يعني لم يكونوا، يعني الرسول لم يختار الجميلات منهن، والبكر الوحيدة هي كانت فقط عائشة، هذا ما يقوله المستشرقون. فأيضا هذا يعني ما كان القاسم المشترك هو الجمال، ما كان الهدف الذي يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من الأرملات، كانوا من الأرملات، كانوا من المطلقات، كانوا احيانا من الكبيرات، يعني حتى بعضهن كانوا، يعني واحده منهم كانت ربما في جيله بل اكبر منه. ثالثا، يتقيد بتنفيذ رغبات النساء، لا قد عاش حياه بسيطه جدا، متواضعه متقشفه، لدرجه انه عندما فتحت خيبر ودرت الاموال على بيت المال واصبح نوع من التنعم، فقالت له بعض النساء التي كانت تعيش في بيوت فيها رفاه اننا يعني نعاني من ضيق، فقال فهناك آية قرآنية حيث أن الله طلب منه أن يرد عليهم ويقول إذا أردتم لا تريدون أن تعيشوا بهذه الطريقة فأنا أسرحكم، يعني إذا أردتم أن تكونوا معكم أموال فأنا أسرحكم، أنا أطلقكم، وتستطيع أن تملكوا الأموال، ولكن حياتي التي هي لله وللدين ولعالم الروحاني لا أستطيع فيها أن أكون إنسانا ثريا إنسانا غنيا. لم يكن يعدل بين النساء، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم كاد، يعني كان في آخر حياته وكان وضعه صعب جدا، كان يتنقل ويرفعه بعض الصحابة من بيت إلى بيت ليزور كل نسائه، حتى أن فاطمة رضي الله عنه شفقت على حاله وطلبت من النساء أن ترضى بأن يكون عند واحدة من النساء، وقد اختاروا طبعا بيت عائشة رضي الله عنها، وقد توفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. يقضي معظم أوقاته مع النساء، كيف يكون إنسانا شهوانيا وهو أغلب الوقت ليس موجود في البيت، وهو في سفر، وهو في مشاغله، والذي ينظر إلى برنامجه اليومي المليء بالأعمال بالخيرية خاصة عندما كان في المدينة، يعني المسؤوليات لا تعد ولا تحصى، فبرنامجه ليس فيه الأوقات الكثيرة ليكون مع هؤلاء النساء. وأنا أذكر أيضا خطاب جميل قد ذكره، لا أعرف اسم عائلته، أتكنسون، هو إمام في مسجد شمال لندن، لا أعرف بالضبط اسمه الكامل، ولكن أذكر في واحد من الجلسات السنوية سمعت خطاب له عن أمهات المؤمنين، كان خطابا عظيما، وقال نقطة غاية في الأهمية عن الشهوانية التي يتحدث عنها المستشرقون. الرسول كان في قمة شبابه وقوته، 25 سنة، وكانت أكبر منه خديجة رضي الله عنها. عندما تزوج المرأة الأولى، كان زوجها أكبر منه بسنوات. أولاً كانت كثير. أكبر منه، ولم يتزوج غيرها، وكان مخلصاً معها كل الإخلاص، ولم ينظر إلى غيرها. أليس من المفروض على الإنسان الشهواني في هذه السنوات، في عنفوان شبابه، أن يتزوج كل هذه الزيجات؟ ولكن زيجاته بعد ذلك كانت من الله سبحانه وتعالى ولأهداف دينية.
لتكون هذه الشريعة وهذه التعليمات العظيمة ليست أيضا فقط في أسرة واحدة بل في 9 أسر بل في أسر كثيرة ليدخل هذا الدين وتعليماته. وكما والرسول كان إنسانا كما ذكرنا يعني له عصمة ومقدس، فهذه القدسية تنتشر بين هؤلاء الناس الذين يجتمعون معه كل يوم. كان هذا الهدف العظيم الذي كان من هذا الزيجات. وإن كانت الزيجات هدفها الـ 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 كما ذكرنا حبه وولعه بالنساء فهذا ليس موجود، وأن تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعارض هذه النقاط التي ذكرناها الآن. جزاكم الله جزاء. تفضل. تعليقا فقط على ما قال الأخ الكريم، سيدنا محمد عليه السلام ثبتت نبوته عام 611 ميلادية يوم أن قال له الله اقرأ وقرأ، وكان الأمر المذهل وفك رقبة، فك رقبة الأمي اقرأ، الأمي جاء للعالم بفك الرقاب بتحرير العبيد، الأمي جاء بأن الدين، ما هو الدين؟ الدين هو الإحسان إلى اليتيم وإعطاء المسكين، هذا هو الدين. والمكذب بالدين، من هو المكذب بالدين؟ ما قالش الذي لا يصلي ولا يزكي، المكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا شيء مذهل في التاريخ. فثبتت نبوته منذ عام 611 ميلادي، لا رحنا المدينة ولا تزوجنا زوجات تانيين ولا عملنا حروب ولا أي حاجة، فده نبي من 611. أي حاجة تحصل بعد كده خد بالك لازم تفهم ان ده نبي، ثبتت نبوته انتهت معاه ورقة مختومة بختم ال7 سماوات بختم رب العرش مختوم، ده نبي. فخد بالك لازم تاخد بالك من نفسك وانت بتقرأ عنه، فلما تلاقي اي رواية فيها عيب يبقى العيب في مخك او في الرواية او في الترجمة، في مشكلة عندكو. انما ده نبي، يعني ايه نبي؟ مقدس، يعني ايه منزه، يعني ايه معصوم، يعني ايه؟ يعني انسى فكره التخطئه. ليه بقى؟ لانه لو كان ثبت انه نبي وبعدين جه يتجوز واحده ما كانش ينفع يتجوزها او اتجوز جوازات غلط، فالمفروض ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يقول له يا محمد بقى انا بعتك نبي وبعد ما بعتك نبي جاي تعمل كده، طب انا بعزلك عن النبوه. في حاجة اسمها عزل عن النبوة يا أستاذ أيمن؟ لا. في حاجة اسمها يعزله عن النبوة؟ لا. أو طب ربنا طب ما ممكن واحد يقول إيه؟ طب ليه اخترته نبي من الأول؟ ما دام أنت عارف إن لما تختاره نبي وبعدين يقول كلام جميل يثبت إنه نبي يرجع تاني في كلامه وبعدين يتجوز واحدة ما ينفعش يتجوزها أو يتجوز زوجات أو يبقى ربنا يقول إيه؟ يقول لهم آه صحيح. ما كانش المفروض أبعته نبي. ده كله جنون، تخريف، خبلان. هذا الرجل ثبتت نبوته منذ يوم بعث 611 ميلادية انتهت، أغلق الباب. جزاكم الله أحسن الجزاء. وراحت الفرصة على النقاد يعني. جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ فتحي. أخي ربيع أيضا بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام دعوني أنقل لكم بعض التعليقات التي وصلتنا عبر السوشيال ميديا. يقول محمد الشيخ أرسل يقول حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بمعنى باختصار الجمل أنه من خلال المسيح الموعود تعرفنا على حسن وجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه القناة أيضا الكريمة قد يعني توغلنا في هذه المعرفة. من عبد القادر العجلوني من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله، إن أكثر ما كان يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيصال الرحمة الكاملة التي أنزلت من الله الرحمن الرحيم إلى خلق الله جميعا، لذلك كان يحرص في كل المواقف على كل ما يثبت الأمن والاستقرار كي تصل هذه الرحمة لكل قلب سليم بكل يسر، ولكن ذوي القلوب المريضة كان يشعل القلاقل والفتن والحروب حفاظا على مصالحهم ومكانتهم في أقوامهم. وأخيرا سماح علونا من فلسطين تقول جزاكم الله ألف خير، برنامج أكثر من رائع، أظهرتم فيه جوانب عظيمة من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وبينتم فيه كم هو حقا رحمة للعالمين.
مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم، غدا سنلتقي في نفس الموعد إن شاء الله الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس، لنبحر ونستمر الإبحار ونستمر التجوال في حديقة النبي صلى الله عليه وسلم، لنطلع على شيء من ثماره وأزهاره وجماله وإحسانه على البشرية. بارك الله لكم، نشكركم، نشكر يعني جلوسكم ووقتكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا بذكر الله تطمئن